طيب خلينا نروح لكرة الطائرة رجال الماسترز بتوعنا اللي بيحققوا إنجازات عظيمة. عندنا يوم الجمعة القادمة مباراة الاتحاد السكندري، الفريق بيستعد ليها بقوة، خاصة إن كان في فترة توقف نتيجة اتحاد اللعبة برئاسة الدكتور سامح حمدي، كان فضل إن الدنيا تقف شوية عشان كورونا، ولكن لما جاله تعليمات من أو الأكواد بتاعت وزارة الشباب والرياضة استأنف الموسم. فريقنا في المركز الأول برصيد 55 نقطة من 19 ماتش، هنلعب الاتحاد الماتش اللي جاي يوم الجمعة، وبعد كده عندنا ماتش طلائع الجيش يوم الاربعاء اللي بعده، وبعد كده هنروح على الماتش الختامي مع نادي الزمالك يوم 2/6. وبشكل كبير يعني طبعا مع الاحترام لكل الانديه، احنا غالبا هيكون ماتش الختامي مع نادي الزمالك هو ده ماتش البطوله. بفكركم الدور الاول احنا فزنا على نادي الزمالك 3-0، احنا متعادلين دلوقتي تقريبا في النقاط، فالمباراه دي غالبا هتبقى هي مباراه كؤوس، اللي هيكسب هو اللي هياخد الدوري. خلينا نروح ل تقرير طبعا كاميرا الابطال كانت مع نجومنا والماسترز بتوعنا طبعا في التمرين واستعداداتهم لماتش الاتحاد. خلينا نشوف قالوا ايه في التقرير ده وارجع لحضراتكم تاني. طبعا هو موسم اتلخبط شويه، كذا تاجيلات في الموسم. ماتش الاتحاد ان شاء الله يوم الجمعه الساعه 4 هنا في النادي. دخلنا تقريبا بعد العيد على طول، تقدر تقولي كده معسكر مفتوح، تمرين صبح وبعد الظهر امبارح والنهارده. ان شاء الله يعني هنعمل معسكر ونعمل محاضره لماتش الاتحاد وربنا يسهل نكسب. يعني احنا ان شاء الله ترتيبنا الاول بفرق يعني المفروض هيبقى فرق نقطتين عن نادي الزمالك. ناقصنا ماتش الاتحاد والجيش والزمالك يوم 3/6 ان شاء الله، ولسه الكاس بقى لسه يعني ما اتعملش القرعه بتاعته، لكن ان شاء الله هتعمل يوم الثلاث الجاي في مقر الاتحاد. الموسم كله يعني محدد له يخلص 16/6. احنا مستعدين من بعد العيد، كان عندنا فتره رمضان، الدوري كان عندنا لسه ما خلصش، بيتمرن كل يوم بعد الضوء بالليل بعد الفطار، فالموضوع كان معانا كان صعب. النوم عندنا ما كانش متظبط، بدأنا نظبطه، بنتمرن صبح وبالليل، عندنا بكره راحه، وبعد كده داخلين ان شاء الله يوم الخميس معسكر. عندنا مباراه الاتحاد، مباراه مهمه، مباراه دوري، عندنا ثلاث ماتشات، هم اولهم الاتحاد، جيش، زمالك. فالثلاث ماتشات دول هم دول اللي حسبوا لنا الدوري، ومستعدين الحمد لله بشكل كويس مع الجهاز الفني مع اللعبه كلها. مركزين في الثلاث ماتشات اللي جايين عشان دول ما فيش تراجع فيهم، لازم نكسبهم عشان ناخد الدوري، وان شاء الله نفوز بمباراه الاتحاد ونركز في اللي بعد كده الجيش والزمالك ان شاء الله وناخد الدوري ان شاء الله. طبعا مباراه مهمه جدا، عندنا الاتحاد والجيش ان شاء الله والزمالك، بقالنا فتره كتيره طبعا وقفنا يجي شهر طبعا عشان فيروس كورونا. ان شاء الله رب العالمين طبعا مستعدين للمباراه على اكمل وجه، ربنا يكرم ان شاء الله. مباراه تعتبر مباراه كاس، مباراه مهمه لازم نكسبها عشان ناخد 3 بوينت ان شاء الله ونكمل على ماتش الجيش والزمالك ان شاء الله نحسم البطوله باذن الله. احنا اول دوري، حصل اخفاق في الدوري مع ماتش بتروجيت، الحمد لله قدرنا نستعد للصداره، الحمد لله كسبنا الزمالك. بس طبعا حاجه بحب اوجهها للجماهير عشان يفهموها، احنا عندنا الدوري بيتحسم بالمكسب والخساره بالماتشات مش باللي بنط. احنا بنطنا الحمد لله احسن 2 بونت عشان كده الاول، بس ان شاء الله رب العالمين لازم نكسب جميع الماتشات الجايه باذن الله عشان نحسم بطوله الدوري. طبعا لسه الكاس طبعا عندنا ان شاء الله اول 6 باذن الله، من 1/6 15/6 ان شاء الله عندنا 4 ماتشات باذن الله، ربنا يكرم ان شاء الله نقدر نحافظ على دوري الكاس باذن الله. مباراه مهمه جدا طبعا بعد توقف 3 اسابيع في رمضان، استعدينا من ثالث يوم العيد تمرين صبح بعد الظهر، وداخلين معسكر ان شاء الله يوم الخميس، وطبعا هيبدا من بكره ان شاء الله ناخد المحاضره الماتش نظري وبعد كده ننفذها عملي باذن الله. اكيد طبعا الثلاث ماتشات اللي جايين دول مهمين جدا، ان احنا والزمالك نفس النقاط، او احنا خسرنا ماتش هم خسروا ماتش، فطبعا اكيد الدوري يتحسم في اخر لقاء بيننا يعني ان شاء الله وربنا يكرمنا بيه. ده بالنسبه لنا ده هدفنا دلوقتي اللي احنا مركزين فيه يعني الدوري، واكيد بعد كده ان شاء الله المفروض الكاس هيتعمل قرعه ان شاء الله يوم الثلاث اللي جاي، وهنعرف ان شاء الله هيتلعب امتى وباي طريقه وازاي يعني.